الشمس صارت في منتصف السماء. لقد أرهقني هذا السفر يا درعان، ما كان لي أن أصحبك في سفر كهذا. فات الأوان على الندم، في المرة القادمة لن أجلبك معي. الآن فهمت لماذا لم توافق على الذهاب مع امرئ القيس إلى الهند، إنها الشيخوخة. جساس جاء من بعد الموت، لن تلحق يا درعان. لن تقتل أعزلاً يا جساس، أنت لم تعرف أخلاق الموت بعد. جساس حي. بجير، اذهب إلى جساس عند خالك المنجد وأخبره أن يتجه إلى وادي حزام، حيث سيجد الزير قتيلا في حفرة هناك. حاضر. هيا. اليوم أخذنا بثأر أبيك وأعمامك وأخويك، قتلت لكم الزير. قتل الزير جدي، قتل الزير جدي، قتل الزير. ما هذا الكلام يا ولد؟ وأين حدث ذلك؟ جساس سيأتون إلى هنا حالا. جساس؟ يعني صحيح أنه لم يموت؟ أسرعي، ليس لدينا الكثير من الوقت. الطريقة صحيحة.
لم يموت بعد. لم أكن أظن أنك ستبكين. أنت لا تعرفين معنى الأخ. ماذا سنفعل الآن؟ نبعده من هنا قبل أن يأتي جساس. هيا بنا. المهم أن نبتعد من هنا. ولكن إن وصل جساس ولم يجده سيبحث عنه، كيف نجعله يعتقد أن الزير قد قتل؟ أنا سأتصرف. اذهبي أنت به الآن. أين لك هذا الكلام؟ ومن الذي قتل الزير؟ أبي مرة قتل الزير. أين أخي جساس؟ تعال معي، أنا سأخذك إلى حيث تجد جساس. وأين قتله؟ اقلبيه على وجهه لكي لا يعرفه. يجب أن يحترق وجهه لكي لا يعرفه. أين جثة الزير؟ مع اليمامة. ولماذا قتل الزير سالم أبي؟ كان أبوك شاليش فارسا شجاعا مغوارا، ولم يكن الزير يستطيع أن يقتله لولا أن جاءه غدرا وطعنه من الخلف.
وأنت ماذا فعلت؟ من يومها ونحن نقاتلهم لكي نثأر لأبيك. قتلت فارسا شجاعا كان اسمه كليب، وهو أخ للزير. ولماذا لم تقتل الزير؟ لأنه مكار جبان يهرب بسرعة. إننا نبحث عنه كل يوم لكي نقتله. ما وراءك يا بشير؟ أرسلني أبي لأخبرك أنه قتل الزير سالم. قتله؟ أين؟ في وادي حزام. ترى نيران الحقد؟ من الذي أضرم النار في جثته؟ أنت؟ بل أخته ضباع. لماذا تبكين؟ هو أخي يا جساس. ولماذا تضربين النار في جثته إذن؟ أليس هو قاتل ولدي وزوجي؟ أرأيت بني تغلب؟ إنهم مثل الذئاب، كل واحد منهم يأكل الآخر. هيا بنا. حين تنتهين من بكائك ونيران أحقادك لا تعودي إلى حمانة، بل اذهبي إلى بيت أخيك سالم حتى أعرف ما سأقرره بشأن نساء بني تغلب. هيا بنا. كيف انطلت الحلة عليهما؟ بل انطلت عليه وحده. وهي؟ أمك؟ جليلة. لولا أنها ساعدتنا لكشفنا.